من هو مخترع الهاتف؟ تم اختراع الهاتف على يد المخترع الأمريكي ألكسندر جراهام بيل، الذي ولد سنة 1847 في أدنبرا بإسكتلندا، وتوفي سنة 1922 في جزيرة كيب بريتون، وهو عالم ومعلم للصم، واعتبر الهاتف أعظم اختراعاته وإنجازاته لأهميته البالغة. حصل ألكسندر جراهام بيل على براءة اختراع الهاتف، حيث قدم بيل براءة اختراعه سنة 1876 وكان رقمها 5. من الجدير بالذكر أن علاقة جراهام بيل بالصم ساعدته بالوصول إلى اختراع الهاتف، حيث قام بتدريس الطلاب الذين يعانون من مشاكل سمعية في 4 مدارس مختلفة، وافتتح مدارس للصم وتزوج تلميذته مابل هوبارت التي كانت تعاني من الصم، وكانت والدته تعاني من مشاكل سمعية أيضا. في 23 من ديسمبر سنة 1900 أنجز المخترع ريجنالد فيسيندين إنجازا مهما في ضواحي العاصمة واشنطن، حيث قام بإجراء أول مكالمة هاتفية لاسلكية، وكان أول من بث صور الإنسان عبر المذياع، وهو الذي قام بإرسال الإشارات عبر أبراج مذياع. نجح العالم ألكسندر جراهام بيل في اختراع الهاتف بسبب محاولاته لتحسين التلغراف، الذي اقتصر على تلقي رسالة واحدة في ذات الوقت، لذلك فكر في آلية جديدة لجعله أكثر كفاءة. فكل من الهاتف والتلغراف يمتلك نظاما كهربائيا سلكيا، وبدأ في بحثه باستخدام الإشارات الكهربائية. أراد بيل اختراع نظام جديد لديه القدرة على نقل رسائل متعددة في ذلك الوقت بسبب فهمه لطبيعة الصوت. وعلى الرغم من شيوع فكرة التلغراف المتعدد The Multiple Telegraph في ذلك الوقت، إلا أن الفكرة بقيت على الورق ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع قبل جهود جراهام بيل، حيث كان تلغرافه التلغراف التوافقي The Harmonic Telegraph قائما على مبدأ إرسال مجموعة من الملاحظات في ذلك الوقت.